السلام عليكم أعزائي الطلاب، استكمالا لما سبق هنتكلم على المعادلات التفاضلية ذات المعاملات الثابتة. في هذا الجزء هنتكلم على الاستقلال الخطي والانضباط الخطي، المعادلات المتجانسة، الحل الخاص، المؤثر التفاضلي، تغيير الوسائط أو تغيير البارامترات. عناصر الدرس: أولا هنتكلم على الاستقلال الخطي والارتباط الخطي linear dependent and linear independent. يقال أن الدوال U1 U2 إلى UN دوال مستقلة خطيا، بحيث أن هذه الدوال دوال للمتغير X إذا لم يوجد بينها علاقة خطية صحيحة لجميع قيم X، وبالعكس يقال لهذه الدوال إنها مرتبطة خطيا، مرتبطة ارتباط خطي، إذا أمكن إيجاد علاقة خطية بينهما صحيحة لجميع قيم X. بمعنى إذا كان لدينا U1 U2 إلى UN وأمكن كتابتها في صورة علاقة أو تركيبة خطية على الشكل ده، C1 U1 زائد C2 U2 إلى CN UN يساوي صفر، فإنها تكون مستقلة خطيا إذا كانت جميع الثوابت مساوية للصفر. تكون مرتبطة خطيا إذا كان يوجد على الأقل ثابت واحد CI لا يساوي الصفر. الدوال Y1 Y2 Y3 إلى YN التي يمكن تفاضلها N ناقص واحد من المرات، يمكن تعرف محدد المستقلات المعروف في محدد رونسكي بالشكل ده محدد المشتقات أو المستقلات. يعني هذه الدوال تكون مستقلة خطيا إذا كان المحدد لا يساوي الصفر، قيمة المحدد لا يساوي الصفر. تكون مرتبطة خطيا إذا كان قيمة المحدد يساوي صفر. هنتكلم هنا على الشكل العام للمعادلات التفاضلية الغير متجانسة. معناها الغير متجانسة إن الطرف الأيمن لا يساوي الصفر بالشكل ده، حيث الصفر وال1 وال n مقادير ثابتة والفاي دي دالة فيكس. هذه المعادلة يمكن كتابتها على الشكل ده، بحيث أن دي اي هي المشتقة دي اي باي دي اكس اي باستخدام المؤثر دي. المعادلة المتجانسة هنا نخلي الفاي يساوي صفر، يعني الطرف الأيمن يساوي صفر. هذا النوع من المعادلات يمكن حله بفرض أن الواي يساوي إي أس إم إكس والإم ثابت. لما نعوض عن المشتقات، المشتقة الأولى يبقى إم في إي أس إم إكس، المشتقة الثانية المشتقة النونية. نعوض في هذه المعادلة نحصل على معادلة جبرية بالشكل. نحل هذه المعادلة، نوجد قيم الجذور أو الحلول لهذه المعادلة، قيم الام. بعد كده الحلول بتاعتها هتكون بالشكل ده، e أس m 1 x و e أس m 2 x إلى e أس m n x. هذه الدوال دوال مستقلة خطية، دوال مستقلة خطية. إذا الحل العام يمكن كتابته بالشكل ده، y c أو ال y هنا سوي c 1 ثابت في الحل الأول زي الثابت في الحل الثاني إلى ثابت في الحل الأخير الحل النوني، حيث سي واحد وسي اتنين وسي تلاتة إلى سي إن ثوابت اختياري. طبعا أنواع الجذور دي لها كذا شكل. الشكل الأول إذا كانت قيم الإم دي مختلفة، قيم حقيقية مختلفة، فإن الحل بتاعنا هيكون بالشكل ده. تعالى نشوف مثال. أوجد حل المعادلة التفاضلية دي. إحنا قلنا هنفرض إن الواي يساوي إي أس إم إكس، يبقى الواي داش يساوي إم في إي أس إم إكس، والواي دبل داش يساوي إم تربيع في إي أس إم إكس. نعوض هنا، يبقى إم تربيع ناقص خمسة إم زائد أربعة، الكل ده مضروب في إي أس إم إكس يساوي صفر. طبعا ده لا يساوي صفر، إذن هذا الحد يساوي صفر. يبقى إم تربيع ناقص خمسة إم زائد أربعة يساوي صفر. معناها بالتحليل هنا إم وهنا إم
من الأربعة وهنا واحد عشان ده موجب، يبقى ده هنا ناقص وهنا ناقص، يبقى إم واحد يساوي واحد وإم اتنين يساوي أربعة. إذا الحلول بتاعت إيه؟ واي واحد يساوي إي أس إكس، واي اتنين يساوي إي أس أربعة إكس. دي حلول مستقلة خطيا، ممكن نكتب الحل العام لهذه المعادلة زي ما قلنا بالظبط أهو. دي حلول مستقلة خطين، يبقى الحل العام هو الثابت في الحل الأول زي الثابت في الحل التاني.